في كتاب النجاح في الرياضيات لتلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي عندنا الصفحة 51. هي الصفحة 51. أقوم تعلمتي. تمرين رقم 11. لدينا 632 مضروبة في 154 تساوي 97328. أستخدم هذه العملية لملء الجدول دون إجراء الحساب. إذا نستخدم هذه العملية هي 632 مضروبة في 15.4 تساوي هنا نفس العدد، تعطينا نفس العدد ونضع الفاصلة فقط لأن عندنا هنا 15.4 رقم واحد بعد الفاصلة. إذن هنا وضعت رقم واحد بعد الفاصلة تساوي 9732.8. إذن الجزء الثاني أيضا نفس الشكل، عندي هنا رقم بعد الفاصلة ورقمين هي 3 أرقام بعد الفاصلة، إذن أضع 3 أرقام بعد الفاصلة، هو نفس الجزء و3 أرقام بعد الفاصلة، العدد تساوي 97.328. مقارنة النتيجة مع 15.4 أصغر من 97.328. إذن الجزء الثالث أيضا عندي هنا رقم بعد الفاصلة وهنا عندي 1 2 3 4 5، إذن مجموع 6 أرقام بعد الفاصلة، أضع 6 أرقام، إذن كنحسبهم 1 2 3 4 5 وأضيف 0 6 تساوي 0.97328. وهنا من طبيعة الحال 15.4 أكبر من هذا العدد. الجزء التالي إذن عندي رقم بعد الفاصلة وهنا في العميل الثاني 3 أرقام مجموع 4 أرقام بعد الفاصلة، إذن أضع 4 أرقام بعد الفاصلة 9.7328. و15 أكبر من 9.7328. الجزء الرابع أو الجزء الخامس، إذن عندي هنا رقم بعد الفاصلة وهنا العامل الثاني عندي 2 3 4 4 4 أرقام بعد الفاصلة، مجموع 5 أرقام بعد الفاصلة، إذا نضع الفاصلة بعد 5 أرقام تساوي 0.97328. مقارنة النتيجة هي 15.4 أكبر من 0.97328. الجزء الأخير إذن عندي رقم بعد الفاصلة، إذن رقم بعد الفاصلة رقمين، إذن أضع الفاصلة بعد رقمين 973.28. مقارنة 15.4
أصغر من 973 فاصلة 28. تمرين رقم 12، ذهب والد فيصل إلى السوق فاشترى 1.5 كيلوغرام من لحم الخروف بثمن 60 درهم للكيلوغرام، 3 كيلوغرام من طماطم بثمن 2.5 درهم للكيلوغرام، 2.5 كيلوغرام من البطاطس بثمن 3.5 درهم للكيلوغرام، 2.5 كيلوغرام من البرتقال بثمن 4.25 درهم للكيلوغرام. احسب المبلغ الذي انفقه والد فيصل. اذا العمليه اللي غنديرو، نجد اولا ثمن اللحم بالدرهم، والايجاد ثمن اللحم بالدرهم، اذا نضرب 1.5 في 60، ثم ثمن الطماطم بالدرهم، نضرب ثمن الكيلوغرام الواحد 2.5 في 3، ثمن البطاطس لأن نضرب الثمن اللي هو 3.5، ثمن الكيلوغرام الواحد في 2.5، وثمن البرتقال أيضا بالدرهم نضرب 4.25 اللي هو ثمن الكيلوغرام الواحد في 2.5، ثم نحسب المبلغ الذي أنفقه والد فيصل بالدرهم. إذا نقوم بعملية الجمع، الجمع هذه الأعداد. إذا ننجز العملية، 1.5 مضروبة في 60، 0 في 5 0، 0 في 1 0، 6 في 5 30، اكتبوا 0 واحتفظ بثلاثة، 6 في 1 6 و3 9، أضع الفاصلة عند رقم واحد. المجموع أولا، نعم نجمع 0 زائد 0 0 0 9، ثم نضع الفاصلة رقم واحد 90، إذن تساوي 90. ثمن طماطم بالدرهم اللي هي 2.5 مضروبة في 3، 3 في 5 15، أكتب 5 وأحتفظ بواحد، 3 في 2 6 1 7، أضع الفاصلة 7.5. إذن ثمن البطاطس 3.5 مضروبة في 2.5، 5 مضروبة في 5 25، أكتب 5 وأحتفظ بإثنين، 5 في 3 15، و2 17، 17 أكتب 17، 2 في 5 أضع نقطة، 2 في 5 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد، 2 في 3 6 1 7. المجموع 5 7 8، وأضع الفاصلة عندي بعد رقمين، لأن عندي رقمين، تساوي 8.75. ثمن البرتقال بالدرهم إذن 4.25 مضروبة في 2.5، 5 في 5 25، أكتب 5 وأحتفظ بإثنان، 5 في 2 10 و2 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد، 5 في 4 20 زائد 1 لاحتفاظ 21.
اكتبوا 21، هذا النقطة. الثاني في 15 اكتبوا 0 واحتفظ بواحد. الثاني في 2 + 4 + 1 = 5. الثاني في 4 = 8، اكتب 8 المجموع. إذن عندي 5 + 2 = 6 10، 2 + 8 = 10. عندي جوج الأرقام ورقم هي 3 الأرقام بعد الفاصلة. إذن هذا الفاصلة بعد 3 أرقام تساوي 10.625. المبلغ الذي أنفقه والد فيصل بالدرهم نقوم بالجمع. إذن 10.625 + 8.75 + 7.5 + 90. إذن 5 + 0 = 5، 2 + 5 = 7، 5 + 7 = 12 + 6 = 18، أكتب 8 وأحتفظ بواحد. 1 + 8 = 9 + 7 = 16، أكتب 6 بعد الفاصلة، أكتب 6 وأحتفظ بواحد. إذن عندي 1 + 1 = 2 + 9 = 11. إذن المجموع 116.875. هذا هو المبلغ الذي أنفقه والد فيصل بالدرهم. إذن ننتقل إلى الجدول التالي. 3.5 ÷ 0.004 تساوي، إذن 0.004 ÷ 3.5، 5 × 4 = 20، أكتب 0 أحتفظ بإذن. 5 × 2 = 0 + 2 = 2، 3 × 4 = 12، أضع النقطة أولا وأكتب 2 وأحتفظ بواحد. 3 × 0 = 0 + 1 = 1، المجموع 1 ونضع الفاصلة، رقم 1 بعد الفاصلة تساوي 14. 6.17 ÷ 0.05 تساوي 5 × 7 = 35، أكتب 5 وأحتفظ ب3، 5 × 1 = 5 + 3 = 8، 5 × 6 = 30، أكتب 30. إذن 0 أضع النقطة، 0 × 7 = 0 ، 0 × 1 = 0 ، 0 × 6 = 0، أيضا 0، إذن لا داعي. المجموع 5 + 8 = 0 + 3، ونضع الفاصلة، عندي 4 أرقام بعد الفاصلة، إذن 4 أرقام وأضيف 0، إذن تساوي 0.3085. أحسب الجداء التالية في السطر. 0.1 ÷ 0.1، لاحظ هذا 0.1 هنا هي عشر، أي أننا 1 على 10، بمعنى أننا نقسم على 10، نضرب في 1 على 10، والقاعدة لضرب عدد عشوري في لقسمة عدد عشوري على 10
نزيح الفاصلة بمرتبة واحدة نحو الجهة اليسرى. إذن مرتبة واحدة فتولي عندي 0.01، مرتبة واحدة 0 ونضع الفاصلة ثم 0.1 مضروبة في 0.01، هذا يساوي 1/100 جزء 100. إذا نقسم على 100، ولقسمة عدد العشور على 100 نزيح الفاصلة بمرتبتين. إذا نكتب 0.1 وكنزيد 0 آخر، إذا تساوي 0.001. 0.1 مضروب في 0.001 هذا يساوي 1/1000، إذا نقسم على 1000 3 مرتبات. إذا كنحسبوا هنا ابتداء من هذا 0.1 ونضيف الصفرين، إذا 3 أصفار 0.0001. 0.01 مضروب في 0.01 إذن تساوي هنا هي يساوي 1/100 جزء 100، أي أننا نقسم على 100 مضروب في 1/100، 1/100 أي نزيح الفاصلة بمرتبتين. كنحسبو هنا من 0-1 وصفر آخر نضيف صفر ثاني ثم نضع الفاصلة، إذن كيوليو 3 أصفار عندي بعد الفاصلة 0.0001. هاد 0.01 مضروب في 0.0001 هذا يساوي أيضا هذا 1/1000، 1/1000 هو 3 مرتبات، إذن هنا مضروب في 1/1000 أي أننا نقسم على 1000 نزيح الفاصلة بثلاث مرتبات تساوي 0.0001. وأخيرا عندنا هنا 0.001 مضروب أيضا في 0.001 تساوي 0.00001. تمرين رقم 14، مسيو ريدا شانج فواتور، غير السيارة ديالو، اي اشد سا نوفيل فواتور، واشترى سيارته الجديدة. إل فيرس الدق 12500 درهم، 12500 درهم على كوموند في البداية عند الطلب. Il s'engage à verser ensuite 48 mensualités. والتزم بأن يؤدي في 48 شهرا مبلغ de 1018.30 درهم chacune. أي في كل شهر 1018.30 درهم chacune. À combien lui reviendra sa nouvelle voiture? Iden bikem yakounu thaman sayara. Hadi. Awalan le montant qu'il va verser en dirham. Le mablagh alladhi sayuddi bi dirham.
هو 118.30 درهم، نضربه في 48 غتعطيني هذا العدد 48.878.4 درهم. سؤال ثاني، أكم بيان لوي روفياندرا؟ إذن لو بري دو لا فواتور اون درهم ثمن، نقوم بالجمع. إذن هذا المبلغ زائد المبلغ هذا الذي سيؤديه زائد المبلغ الذي أداه في البداية عند الطلب، وهو 12,500 درهم. المجموع 61,378.4 درهم. مري الرقم 15، je calcule moi-même les prix qui vont s'afficher sur les cadrans des balances. إذن أنجز أو أحسب هذه الأثمنة التي الأثمنة التالية. Le prix au kilogramme، إذن ثمن كيلوغرام واحد هو 12.50. Le poids، إذن الكتلة 0.720. نقوم بعملية ضرب 12.50 مضروبة في 0.720، ونجد الثمن هو 9 دراهم. هنا ثانيا في الميزان التالي، لو بلي او كيلوغرام، ثمن بالكيلوغرام الواحد 7.20، الكتلة هي 0.650. إذن ما هو الثمن؟ نقوم بعملية ضرب أيضا، نجد تساوي 4.68 درهم. إذن هكذا نكون قد أتينا على نهاية الصفحة، وشكرا.